أطلقت وزارتا الشباب والرياضة والبيئة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف مبادرة جديدة تهدف إلى مشاركة الشباب في تناول قضايا تغير المناخ، وهي عبارة عن قافلة تجوب ربوع محافظات مصر. يقود قافلة الشباب والمناخ، وهي شاحنة تعمل بالغاز، فريق من الشباب للسفر عبر محافظات مصر ابتداء من 5 سبتمبر من عام 2022، وذلك استعدادا لقمة المناخ المقرر عقدها في نوفمبر القادم في شرم الشيخ. تنظم القافلة أنشطة تفاعلية مختلفة خلال رحلتها، والتي تشمل بناء القدرات وحوار الشباب ومسابقات وعروضا مسرحية ومعسكرات تدريبية، إضافة إلى حملات التوعية عن تغير المناخ. فخر لنا أن نكون جزء من قافلة الشباب والمناخ مع منظمات الأمم المتحدة والشقيقة، التي ستسافر في جميع أنحاء مصر وتتوقف في محطات على طول الطريق للاستماع إلى الأطفال والشباب للتعبير عن أفكارهم واقتراحاتهم حول ما يمكننا القيام به لتكيف وتأقلم مع تغير المناخ وتخفيف أثاره. القافلة هي موجود معها عدد كبير من الشباب اللي عنده وعي بالقضايا البيئية، هينزلوا المحافظة، هيبقى في استقبال المحافظة، في استقبال القافلة قيادات من المحافظة، بالإضافة والمتطوعين في كل محافظة عندهم وعي كبير بالمناخ والتغير بقضية تغير مناخي. الرسالة اللي أنا عايزة أوجهها للمحافظات عامة إن إحنا لازم نرشد استهلاكنا في كل حاجة، من ناحية المية، من ناحية الطاقة، من ناحية الكهرباء، من ناحية إن إحنا مثلا نبطل نستخدم ورق كتير، من ناحية نقلل استهلاكنا جدا في المية، من ناحية برضو إن إحنا ما نهدرش كل الحاجات اللي بتبقى عندنا، يعني مثلا سواء أي حاجة، أكل، شرب، مية، زرعة، أي حاجة.